الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أدر عليه. ما حكم الانقطاع عن المعهد لأختم القرآن؟ نعم، أنا أقول دائما الحقيقة نصيحة لطلاب العلم، يعني حينما يأتيني أي طالب علم وأقول يا شيخ أنا عاوز أبدأ الطلب، أول نصيحة لي بقول له يا أخي ابدأ بحفظ القرآن. هذه نصيحة لي دائما مع كل طلابي، أقول ابدأ بحفظ القرآن. يا أخي الطالب اللي يبدأ بالقرآن له سمت، له سمت وله خلق وله أدب. الطالب اللي يتخلق بأخلاق القرآن له سمت. لكن لو بدأ الطالب بطلب علم ما بعيدا عن القرآن تظهر عليه أيضا علامات، وأنا لا أريد أن أفصل في هذه المسألة، إنما أقول ابدأ بالقرآن. بل وأنا أجد لذلك دليلا في السنة والحديث في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، نزلت في جذر قلوب الرجال، قال: ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة. فابدأ بالقرآن. طيب إذا كانت الهمة ضعيفة يا عم الشيخ، أنا لا أستطيع أن أحفظ القرآن كاملا، هل أتعطل عن الطلب حتى أنتهي من حفظ القرآن؟ أنا بقول أي، حتى لو كنت صاحب أئمة عالية تقدر تنتهي من حفظ القرآن في 6 أشهر مثلا بفضل الله، أو في عام وتتفرغ بعد ذلك، وقد من الله عليك بأصل الأصول بالقرآن. طيب الهمة ضعيفة وأنا مش قادر، ينفع أحفظ 10 أجزاء وأبدأ الطلب؟ ماشي ابدأ الطلب. لو حفظت 10 أجزاء أو نصف القرآن ابدأ وتوكل على الله، لكن ضع لنفسك منهجا في تكملة حفظ ما تبقى من حفظ القرآن، وأنت تطلب العلم الشرعي. وأنصح أيضا أن تكون البداية بالعقيدة، وأن تكون البداية بالعقيدة بالتوحيد، عقيدة بكيد، وبعد ذلك ما يسر الله تبارك وتعالى لك من فروع العلم الأخرى بحسب ما ترى نفسك محبا له مقبلا عليه. ولا تكلف نفسك من الأمر ما لا تطيق، لأن النفس جموح، قد تتوقف عن الطلب في مرحلة من المراحل إذا أرهقت النفس وألزمتها بدراسة مادة لا تحبها، أو لست مهيئا في مرحلة من مراحل الطلب لدراستها. ليه؟ طعام الكبار سم الصغار. لو حضرتك ربنا رزقك بطفل بعد مثلا 10 سنوات وكده على كده بتاكل لحمة، والولد طفل جنبك لسه عمره مثلا 7-8 شهور ونفسه هيك نفسه يكبر، وجيت اكلت لحمة وقمت حطها في بقه، هتموته. طعام الكبار سم الصغار. يعني ايه؟ يعني مثلا لو جاء طالب علم مبتدئ وقلت له ابدأ بالموافقات هيتعقد، موافقات الشاطبي، ويدخل بس على المقدمات مش هيقدر يواصل. فلا بد من التدرج في الطلب، فابدأ بالأيسر وبالأحب إلى قلبك وبالمادة التي تهواها. يعني قد يحب طالب من طلابنا الحديث مثلا، وقد يحب طالب القرآن، وقد يهوى طالب آخر علوم اللغة أو علوم القرآن أو علوم القراءات أو السيرة أو التاريخ إلى غير ذلك. والله سبحانه وتعالى أسأل أن أرزقناكم الإخلاص، وأنصح نفسي وإخواني من طلبة العلم بأعظم نصيحة، ألا وهي ترك المعاصي وتحقيق التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أعظم دواء وأعظم سبب لتحل ترك المعاصي. القلب بتعكر بالمعاصي والذنوب، انت بتبقى حاسس، والله بتبقى حاسس، لا عارف تحفظ آية ولا عارف تحفظ حديث ولا عارف تأتي بدليل، وبتبقى العملية ملخبطة ومعكرة تماما، ما تقدرش تعمل حاجة. رأيت الذنوب تميت القلوب
وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. وقال مالك للشافعي: يا شافعي إني أرى الله ألقى على قلبك نورا، يا الله إني أرى الله ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم لنتوب إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال